السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى تكون عبارة عن نصائح عن التمارين ونصائح عن التغذية، الفقرة الثانية اللي هي إن شاء الله عبارة عن نقدم لكم مجموعة تمارين ونحاول نشرحها لكم قدر المستطاع على أساس تستفيدون منها بشكل كامل. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، طبعا يخص لاعبين الرياضه، سواء اي لاعب يمارس اي رياضه يحتاج انه يدخل التمارين هذه في تمرينه وتكون تمارين اساسيه اللي هي رياضه الكارديو. طبعا رياضه الكارديو مهمه جدا لان لها فوائد كبيره ولها امور كثيره تساعدك على انك توصل حق هدفك، وايضا تساعدك من تحسين جسمك، ولها عائد كبير على الوصول حق هدفك، ممكن لها 50 أو 60% على أساس توصل حق هدفك اللي أنت حابب توصل له، سواء لاعب الكروسفيت، سواء لاعب الأثقال، سواء لاعب الدراجات الهوائية، سواء لاعب المبارزة، سواء لاعب كرة اليد أو كرة السلة. خصوصا حاليا عندنا دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، نلاحظ لازم أي شخص يكون مشارك فيها تكون لياقته البدنيه عاليه، بحيث من شو اللي رفع لياقته البدنيه او ما هو السبب في رفع لياقته البدنيه اللي هو يمارس تمارين الهوائيه والكارديو. تمارين الهوائيه والكارديو مو معناته جهاز واحد او جهاز معين، لا، انا اتكلم على اكثر من جهاز، سواء مثلا عندك الدرج، سواء جهاز المشي العادي، سواء جهاز الستبس نفسه، سواء الجهاز ايضا عندك القاري، في اكثر من جهاز تقدر انك ترفع فيه لياقتك البدنيه. وخصوصا نلاحظ بعض الاشخاص يبي يطور من مستواه في رياضته الاساسيه، يقول لك ارفع من لياقتك البدنيه، حاول تقوي جسمك، حاول تقوي مثلا عضلات رجلك، حاول تقوي عضلات جسمك بالكامل، لا تهمل عضلات رجلك. ليش؟ لان عضله الرجل اكبر عضله في الجسم، فانت تحتاج انك تقويها بشكل كبير على اساس تساعدك انك تؤدي رياضتك، سواء كان عندك اللي هو نفس ما قلت لكم ايضا رياضه على سبيل المثال الجري، سواء الدراجات الهوائيه. الدراجات الهوائيه نلاحظ بعض الاشخاص ممكن بعضهم مو الكل يكون الجسم من فوق الحجم اصغر من اللي هو مستوى الرجل او الجسم من الاسفل. ليش؟ لان دائما يكون عندهم اللي هو التركيز على عضله الرجل اكثر، بحيث كل ما كانت اكبر كل ما قواها اكثر، كل ما زاد القوه فيها، كل ما اعطته دافع اكثر انه يشارك مثلا او ياخذ المراكز الاولى. فبالتالي انت هني عندك رياضه الكارديو مهمه. ايضا الاشخاص مثلا اللي حابين ينزلون بوزنهم، اذا اتجه حق اجهزه معينه مثلا برياضه الكروسفيت، في عندك اجهزه الروينج او غيرها او السكوات، انت تحتاج ايضا على اساس تحرق انك تمارس رياضه الكارديو. ليش؟ ايضا راح تزيد من لياقتك البدنيه، وايضا تساعدك على حرق معدلات كبيره من اللي هو السعرات الحراريه، وكذلك راح تساعدك على حرق الدهون الموجوده في جسمك. فانت هني راح تحرق الدهون الموجوده بجسمك، قاعد تقوي عضلات جسمك، وايضا قاعد تساعد جسمك انه يبرز العضلات اكثر. فهني انت قاعد توصل حق الهدف اللي انت حابه بصوره صحيحه وبصوره رياضيه، وايضا بصوره انك تحاول تقوي من جسمك قدر المستطاع، وما تهمل اي رياضه ولا عضله في جسمك. فبالتالي من تركيزك على تمارين الكارديو راح تلاحظ ان جسمك وصلت حق الهدف اللي انت حابه، وايضا الوزن اللي انت حابه، وابرزت عضلات جسمك وتبين التناسق العضلي في الجسم. وهذا كان الموضوع اليوم، ان شاء الله اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم اليوم ان شاء الله عده تمارين مع
الجهاز او الكره الموجوده امامي. طبعا هذه تقدر تستخدمها ايا كان، سواء في البيت او بالنادي او عندك اللي هو اذا كانت كنت مسافر، ايضا تقدر تاخذها معاك على اساس تمارس فيها اكثر من تمرين. التمرين الاول راح يكون عباره عن تمرين حق عضله الصدر، راح يكون كالتالي اللي هو تمرين البوش اب، بس الكره راح تساعدني على اللي هو زياده زاويه الشد على اساس تساعدني على شدها اكثر. هذا التمرين البوش اب العادي اللي كلنا عارفينه، راح اثبت الكره بالشكل هذا، انتقل الذراع الثانيه بالطريقه هذه. طبعا هذا التمرين راح يساعدني اكثر على شد عضله الصدر من المنطقه هذه، انا قاعد اركز من المنطقه هذه، وايضا حاول من خلال نزولك الذراع تكون بهذا الشكل، زاويه الذراع بهذا الشكل، ما راح تكون معاك اللي هي بالطريقه او بالشكل هذا، لان هذه الطريقه راح تكون معاك خاطئه. حاول لا قدر المستطاع ان تكون على الزاويه هذه وتنزل بالشكل هذا. هذا التمرين الاول. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، راح اثبت الكره بالشكل هذا، اثبت الجسم بالطريقه هذه، وايضا احرك بالشكل هذا. طبعا هذا التمرين راح ياخذ لي عضله التراي او العضله الخارجيه للذراع زائد اللي هو عضله المعده. لاحظ حاول قدر المستطاع انك تشد الجسم بالشكل هذا. هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث راح يكون كالتالي، راح يكون تمرين حق عضلة الرجل زائد الأكتاف والخواصر، يعني ثلاث عضلات في وقت واحد. أحرك بالشكل هذا، أيضا بالطريقة هذه. طبعا بالنسبة حق التمارين قاعد أقدم لكم إياهم، الجولات تكون عندك من ثلاث جولات إلى خمسة، والتكرارات أيضا يكونون عندك تقريبا من 15 إلى 20 حسب لياقتك البدنية. الحين طبعا راح يكون التمرين الأخير كالتالي، راح أثبت الجهاز أمامي، أنزل بشكل هذا. أيضا هذا التمرين اللي هو عبارة عن تمرين السكوات، راح ياخذ لي عضلة الرجل زائد عضلة الأكتاف الأمامي. لاحظ الذراعين أضمهم بالشكل هذا، النزول بالطريقة هذه، أصعد بالشكل هذا. هذه طريقة التمرين بالشكل الصحيح. طبعا بالنسبه حق التمارين اللي بينت لكم اياهم، حركت اكثر من عضله في وقت واحد، وايضا استهدفت اكثر من عضله، فبالتالي تقدر من خلال الجهاز انك تلعب اكثر من عضله سواء في البيت او بالنادي. وهذا كان تمريننا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبله بتمارين جديده.